هالاشياء اللي عم تتطاير عم ترجع تنزل على الكيك هو زيته، بس اكيد واحد ما بيشوف. رح نعمل تجربه كتير بسيطه حتى نقدر ناخذ هالغبار يلي ما قدرنا نشوفه على الكيك، رح نجرب نشوفه على ورقه، على ورقه بيضاء. هلا اذا واحد بيقدر يقرب ويتطلع رح بيشوف انه في مثل غبيرات سوداء نزلت على الورقه يلي هي تقريبا بحجم الكيك. يعني هيدي هي هالغبار يلي كبوه هالشموع هيدي فوق الكيك. اخذنا هيدي العينه لما شفنا هيك وحللناها مشان شو بتحتوي على معادن ثقيله، وتبين انه بين في 10 معادن كلها خطره، فيها زئبق، فيها رصاص، فيها كروم بكميات يعني ما كثير محبذ انها تفوت على جسم الانسان. يعني الزئبق مثلا بيضرب عمل الكلاوي، الرصاص كمان مش منيح ابدا بيضرب الكبد، الكادميوم هو مسم، لقينا زرنيخ ارسنيك، يعني ارسنيك نابليون سمموه له تمات بالارسنيك. الاولاد قديش بيروحوا على اعياد ميلاد على كم سنه؟ طب اذا راحوا على شيء 15 عيد بالسنه على مده 5 سنين صاروا مستودع رصاص الاولاد يعني.